ان شاء الله سلسله هنبدا فيها كده ان شاء الله مع بعض، وهي سلسله اعراب او اعرابات لجمل مشهوره وكلمات مشهوره. طبعا هي فكره طبعا بتخدم طلاب جميع المراحل، وبتخدم العامه برضو. يعني في جمل كده بتجابلنا في الحياه او بتبقى معانا ملازمه معانا في الحياه، فبنبقى عايزين نعرف ايه اعراب. فان شاء الله باذن الله هنبدا مع بعض النهارده، نبدا نتكلم عن الجمل المشهوره دهية. وطبعا لو حد برضو عنده جمله عايز يسال عنها او عايز يعرف اعرابها، سيبها لي في التعليقات وانا هنعمل لك حلقه عليها، نكمل بعض ان شاء الله باذن الله. طبعا اول حاجه انا حبيت نبدا بيها اعراب البسمله، لان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل لا يبدا فيه او لا يذكر فيه اسم الله فهو ابتر. يعني اشار ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ان شاء الله ويصلح لنا الحال، فاحنا هنبدا بالبسمله ان شاء الله باذن الله، على اساس ان هي يعني يجب ان يكون الانسان حريص عليها في حياته، لان هي سبب السعاده وسبب الفلاح في الدنيا وفي الاخره. وطبعا في فضل البسمله انا هسيب لك رابط المقال تبص عليه وتعرف فضل ايه فضل البسمله. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب، وكلمه اسم مجرور وعلامه جره الكسر. الجر والمجرور اللي هو بسم الله ده هو لها تاويلين او لها تخريجين في الاعراب، يا اما متعلق بفعل محذوف والتقدير اقول بسم الله، يعني عندما يبدا الانسان فكانه اقول بسم الله او قل بسم الله، يبقى اقول بسم الله او قل بسم الله. ثاني حاجه متعلق بمحذوف خبر مبتدا محذوف والتقدير اول كلام بسم الله، وهذا المعتاد عندما ابدا، انا عندما اقول بسم الله الرحمن الرحيم فكان الكلام اول كلام بسم الله الرحمن الرحيم، او بسم الله اول كلام، او بسم الله اول كلام، يبقى كده لها تخرجين اثنين، يا اما متعلق بمحذوف متعلق بفعل محذوف والتقدير اقول بسم الله او قل بسم الله. ثاني حاجه متعلق بمحذوف خبر لمبتدا محذوف والتقدير اول كلام بسم الله، او بسم الله اول كلام واسم مضاف والله. طبعا لفظ او اسم الجلاله في الله سبحانه وتعالى عندما نذكره في الاعراب لابد ان نقول اسم الجلاله، ونعرف ايه اعراب العادل، يبقى اسم الجلاله مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسر. اسم الجلاله مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسر. الرحمن صفه اولى لاسم الجلاله مجروره وعلامه جرها الكسر. الرحيم صفه ثانيه لاسم الجلاله مجروره وعلامه جرها الكسر. يبقى كده اعراب بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بقى في ملاحظات بالنسبه لكلمه بسم. اول حاجه كلمة اسم ايه؟ لما تنظر ليه تلاقيها عبارة عن حرف الباء وكلمة اسم، حرف الباء وكلمة اسم. طيب لماذا حذفت الألف؟ يقول لك كده حذفت الألف من كلمة اسم لكثرة الاستعمال، لأن احنا قلنا عندما تبدأ أي عمل تبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحوالك وفي كل حياتك. وطبعا الألف بتاعت كلمة اسم ألف وصل. ألف وصل بمعنى أنها تكتب ألف بدون ايه؟ بدون همزة. ثاني حاجة تثبت الألف في غير موضع البسملة، يعني في أي شيء غير موضع البسملة تذكر الإيه أو نذكر الإيه الألف، مثل قوله تعالى: لو نظرت في المصحف أو نظرت في الكتابة تجد اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة في سورة العلق هتلاقي كلمة باسم عاملاها زي مثلا أو مكتوبة زي كلمة إيه، أما نكتب أنا كده كلمة باسم، يعني به ألف سين ميم، يعني تثبت الألف في غير البسملة. تثبت الالف وغير الايه؟ البسمله. عندما اكتب رساله واقول بسم الله نبدا عملنا يبقى تثبت الايه؟ الالف. مثلا في خطاب الايه؟ في خطابات الرؤساء يقول باسم الشعب او باسم الامه، طبعا يكتب الايه؟ بتثبت الايه؟ بتثبت الالف. يعني اتمنى ان شاء الله ان انت يعني هتستفيد معانا ان شاء الله في السلسله دهية. تابعنا وما تنساش لايك وشير واشترك معانا في القناه، ولو عندك اي جمله عايز تعرف اعرابها سيبها لي في التعليق، وان شاء الله نتابعها ونعمل عليها حلقات.
وألقاكم على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.